شوف. دي مش موجوده هنا وده اللي يشوف. طيب دي موجوده بقى في مدربين قليلين. في حاجه في الماتش بتاع النهارده عايزين تقولوا فيها تاني؟ اعتقد اخد حقه كده، ما اعتقدش في الماتش ده اكتر من كده. لكن خلينا نحيي بصراحه المجموعه لعيبه النادي الاهلي وفقا لكلام حضراتكم وتحليلكم. دي حقيقه. في حاجه واحده بس عاوزين، ان ايدان ده يعني انا اول مره اشوفه. ايدان مش قادرين نحكم عليه. اسمه ايدان اعتقد، اسمه ايدان موسى ايدان. موسى ايدان بس هو واضح ان هو فلفه يعني. اول مره اشوفه موسى يدان. يعني عاوز يتابع. هل يعني انا مش راضي عن لسه طبعا، ما بانش واخد جزء بسيط جدا يعني. هو اللي شاف اللي احنا بنتكلم عليه ده يعني بنتكلم على موقفين ثلاثه. هل في يعني هو بيلعب في القطن؟ كان بيلعب في القطن. كان مميز في القطن يا كابتن؟ انا ما شفتوش، ما يعني ما مش متذكره، مش متابعه قوي. طب هل عندك فكره يعني جيب كام والكلام ده؟ لا تفاصيل مش عندي. ده حد يعرف استاذ فتحي؟ هو لا ما اعرفش، بس انا اكتشفت انه كان بيلعب في القطن. كان اكتشفت انه كان بيلعب في الدوره. لا 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 هو يمكن جه والبورصه واطيه شويه. لا لسه مش عايزين نتسرع مجدي. لا لسه بقول بس هو في القطن يعني. انا لكن احنا عايزين نقول ايه؟ هو اولا بيلعب برجله الشمال. يعني هو الا هو جسمه الا بس جسمه الا طبعا. بيلعب هو اشول قوه. ما انا اعتقد بعض دي يعني قوه. هو الصفقه كلها ب 200,000 دولار. 200,000 دولار على بعضيها يعني. هنتكلم في مليون ونص تقريبا جنيه مصري. مقبول السعر اذا كان لعيب كويس. اما اذا كان هيجي يحصل دومينيك بقى لا، يبقى دي قصه ثانيه. ما هو احنا لسه هل هو ما هو انت برضه بعض الاحيان المفروض لما تجيب لعيب لازم يبقى فيه اللعيب ده انت عارف ان هو بيتاقلم. هو طبعا لعب في، هو من بوركينا ولعب في الكاميرون، ما بتفرقش كتير دول افريقيه على محلي بعض. محلي تعتبر كلها دوله واحده. افريقيا دي كلها صحيح. تعتبر دوله واحده والجو والاتموسفير والاشخاص انما لما بينتقل لعالم تاني خالص شمال افريقيا. انا بحس ان المغاربه افضل في الاختيار يا كابتن مدحت للعيبه الافارقه، المغاربه والتوانسه اكتر مننا بالظبط. احنا بنندفع ورا حد يقول لك ده لعيب اوعى وخد اتفرج ويجيب له مثلا ماتش ولا يركب له حاجات وبعدين انت تلعب على الفيديو. المفروض لا. المفروض انك انت وبعدين ما تجيبش لعيب الا لما تكشف عليه. انا مش عارف هو جه فجاه الحقيقه يعني. جه فجأة. وبعدين في بعض الاحيان احيان كثيره جدا يا كابتن مدحت تبص تلاقي لعيب جه واتصاب. زي دومونيك ده من ساعه ما جه متصاب. طب انت المفروض وبعدين يعني هل كشفت عليه طبي؟ هل انت عملت له اختبارات بدنيه تعرف منه اجهاد العضله والقصه دي حاجات مهمه. خلينا ما نستعجلش الحكم على موسى ايدان لان ده طبعا ظهور لسه. بالظبط لسه قلت عاوز متابعه يعني. عايز بالظبط. بس احنا يعني ما رضيناش عنه النهارده. ما قلناش يعني لا في لعيب لسه. لا هو النهارده يعني جاي مع العفش. وقت بسيط. وقت بسيط يعني. هو اللعيب كويس يا كابتن المفروض انه بيبان من اول لمسه. احنا مش ضروري يعني كابتن. احنا النهارده لما تيجي تتكلم على اشبال بالرغم من انهم مش كويسين النهارده. لكن لما تيجي تتكلم على عبد الله جمعه ولا تيجي تتكلم على احمد رفعت. لعيبه استايلها حاجه تفرح. لعيبه حلوه. يفرح. النهارده مش موفقين ممكن. لكن مسكته بس لسه عاوزين صح. يعني احمد رفعت لسه عاوز شويه تعليمات وعاوز يتوظف. ما يلعبش فردي. تشوف هو ماسك الكوره ده لعيب كويس. مؤكد. هو ما خدش الانطباع النهارده ده. هو ده اللي احنا عايزينه من اي لعيب اجنبي يجي. عايزين اي لعيب اجنبي يجي بياخد الفكره. وصلت يا كابتن. الفكره وصلت خلاص. يبقى يعني احنا ما خدناش انطباع من موسى دام في اول لمستين ما بانش ان هو حاجه فاخره. لسه. خلينا نديله فرصه يا اما نؤكد يا اما نقطع. وبعدين ما نقعدش يا كابتن دايما ناخد مثل فلافيو في لما جه قعد سنه ما جابش الا جون في المحله. قعدنا برضه قعدوا يقولوا لك على الجونيور. نفس القصه. اقعدوا اصبروا على الجونيور. ده مش قاعده. مش قاعده خالص. مش قاعده لا. ما تقعدش تتكلم. نقعد نتكلم احنا محتاجين نتكلم.